داخل شاحنة قيل أنها تابعة لإحدى المنظمات الإنسانية، عثرت الشرطة التركية على أسلحة وذخيرة في طريقها إلى سوريا عبر مقاطعة هاتاي الحدودية، فأوقفتها وفتحت تحقيقا في الموضوع بحسب وسائل إعلام تركية. هذه القصة تأتي بعد حادثة شبيهة قبل شهر، عندما صدرت الشرطة شاحنة محملة بأكثر من 900 رأس صاروخ وعشر قاذفات صواريخ في مدينة أضنة الحدودية، يعتقد أنها كانت في طريقها إلى جماعات مرتبطة بالقاعدة في سوريا. حاكم أضنة قال حينها إن العملية تثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بأنها تساعد الجماعات المتطرفة في سوريا، اتهامات وجهتها بالفعل دول غربية لتركيا، وعبرت عن قلقها مما وصفته بتراخي الحكومة في التعاطي مع المقاتلين العابرين إلى سوريا عبر أراضيها من دون مساءلة. فقد تحدثت تقارير مؤخرا عن نشاط كبير يشهده مطار هاتاي لمسافرين ذكور قادمين من دول تنشط فيها القاعدة، ملتحين ويحملون حقائب قليلة تسمح لهم سلطات المطار بالدخول من دون عوائق. الحكومة التركية بررت ذلك بالقول إنها لا يمكنها إيقاف أشخاص لم تصدر في حقهم مذكرات توقيف، ولكنها حرصت في الفترة الأخيرة على الظهور بأنها تتخذ تدابير أكثر تشدداً مع تكرر أخبار إيقاف شحنات أسلحة وتكثيف نشر جنودها على الحدود وبناء حائط فاصل بعلو مترين يمتد طوال كيلومترين ونصف، علماً بأن الحدود بين البلدين تمتد على طول أكثر من 900 كيلومتر. راغدة بهنام، العربية.